سافر ترابي موجود على شاطئ القناة على طول، على طول شاطئ القناة 180 كيلو. طبعا القوات الإسرائيلية ما كانش كلها أو سافر ترابي كله ما كانش موجود عليه قوات، مش هيقدر طبعا يكفر السافر ده كله قوات، كان عدد على كل المنطقة الحيوية قدام وشايف على الضفة الغربية عامل نقط قوية بحيث إن هو النقطة القوية بتبقى مسيطرة على المنطقة كلها. بقية القوات الإسرائيلية كانت موجودة في الخلف على مسافة مثلا 4 أو 5 أو 6 كيلو، الاحتياطات بتاعتهم كانت موجودة عبارة عن معسكرات، دي بيسموها الاحتياطي اللي هو كان بيدفعوا في اي وقت لما يحس ان فيه اي هجوم على القناه. احنا كنا كل فتره الكثير بتاعتنا كانت مركبه وجهه واسعه من جبل مري حتى منطقه نهر الفتوح حوالي مسافه 4 كيلو. ده اللي كان الجزء اللي المفروض في الدفاع ان احنا بناخد مواجهه واسعه. لما كنا كل فتره طبعا احنا قاعدين في مواقع دفاعيه فلازم يكون في تدريب على العبور. كنا كل 6 شهور الكتيبه بتاعتنا او الوحدات بتاعتنا اللي هو كله يتحرك لمنطقه في الخلف وتيجي مكانه وحدات ثانيه وحده ثانيه تحتل نفس الاماكن بتاعتنا عشان النظام محافظين على الدفاع بتاعنا على قناه السويس. المفروض كنا هنتحرك الساعه 6 مساء من 6 ما اتخرطناش. تاني موسى قلنا ايه يا فندم انت جاهز ايه يا فندم؟ مش قعدنا على هذا الوقت لغايه يوم 16 اكتوبر لما حصل السؤال. يوم 16 اكتوبر الساعه 1 الظهر اتخرطنا كنا في منطقه صوم. قائد كتيبه انت غلطان عام، احنا هندور على 7 دبابات اسرائيليه في المساحه 35 كيلو طول بحوالي بعمق 10-12 كيلو وفي منطقه شماليه الغابات ندور عليها. طبعا هنا قائد الكتيبه 7 دبابات يعني ان انا عندي فصيله مزولات تخلصها. طب يا جماعه هنخفف بقى احجامي، نسيب الشده الثقيله، نسيب التواريخ، نسيب هناخد ذخيره بس. الأخيرة زمزمية المية ما خدناش حاجة حتى ساعتها اللي هي تعيين القتال اللي هو هنسيبه كل كده واتحركنا. فضلنا ماشيين لحد الساعة 6 مساء اتضرب أول صاروخ جمال الكتيبة كده يعني احنا شايفينه. فبدأنا نغير تشكيلاتنا ونتحرك باتجاهات تانية لحد الساعة 9 مساء 7 دبابات نزلنا عند حتة عبارة عن ترع مزلقان 6 أجيال موجود خارج المزلقان ده أكتر من 350 دبابة وعربية مطلقة. يعني مطلوعة عملية، أنا راجل بتاع استطلاع وباخد تمييز كويس اللي قدامي مجموعة عمليات. مجموعة العمليات دي تعادل مثلا ما يعادل مثلا فرقة أو فرقتين مصري أو 3. كان المعركة صدام رهيب، معركة عنيفة جدا، كان خسائر كتيبة فيها كتير واحنا عملنا دول خسائر جامدة جدا. عندنا السرية الثالثة بقيادة البطل الشهيد عبد الرؤوف حلمي خدت الجنب الشمال بتاع الكتيبة وقعدت تقاتل اللي هو كان باتجاه علم مسلم. السرية دي اللي عملته والله لو كان في المخيال العلمي ما حد يسبب.